طيب خلينا نرجع يا جماعة. طيب خلينا نرجع هسه بعطيك بريك تحملوا شوي خليكم معي. اذا لاحظوا الاكسجين ابتيك ريت، الاكسجين ابتيك ريت از جريتر ذان الاكسجين ترانسفير ريت، يعني حاجه الميكروبس اعلى من اللي احنا قاعدين بنعطيه بالرياكتر او بالفيرمنتر. وبالتالي في عندنا مشكله هون ولا ما في؟ في مشكله. ماشي. احنا مش موصلين للكريتيكال، احنا بلو الكريتيكال. طيب كيف بدي احل المشكله هاي؟ قلنا نساوي المعادلتين ببعض بنبلش نطلع على المرانه اللي هم الكي ال كي ال بلس الكي ال كي بلس الكي ال كي بلس الكي ميكسينج الحرارة تحسن الناس. فممكن اطلع على السيستم كمان والسير عشان ممكن ازيد السيستم. كيف ازيدها؟ خلي الحرارة زي ما قلنا هنا بتسمح تمام؟ هاي الفاكتورز اللي ممكن نلعب فيها تمام؟ عشان نعوض ال 5 جرام بير لتر اور اللي هي النقص اللي عندنا. طيب يا جماعه واضح المثال هذا؟ واضح المثال؟ طيب بدي اعطيكم 3 minutes break. طيب هلا احنا قلنا one of the important parameters بالنسبه للسيل جروث اللي هو الاكسجين ديماند. another factor اللي هو التمبريتشر. تتذكر لما درسنا احنا التمبريتشر الميكروبيولوجي لو كان شفته حكينا انه في ثلاث انواع من المايكرو اورجانيزمز بالنسبه للتمبريتشر رينج. ايش اسمه ساكروفايلز اللي هي بتفضل درجات الحراره منخفضه below 20 degrees Celsius. وفي عندنا الميزوفايلز اللي هي معظم المايكرو اورجانيزمز بتكون بالرينج هذا من 20 ل 50، وفي عندنا الثيرموفايلز اللي هي عاده بتفضل درجات الحراره العاليه above 50. المهم نفهم كمان انه زي ما الاكسجين مهم فورميشن كمان درجه الحراره very important. تمام؟ بالنسبه ل temperature. طبعا هاي هون الكيرب بيورجينا السبيسيفيك جروث ريت بالنسبه للميو ماكس اللي هون هاب على الواي اكسس مقارن مع التمبريتشر. شوفوا كيف بتزيد لماكسيموم وبعدين ترجع تنخفض. يعني هون الميزوفايلز مثلا قلنا اللي هي موست امبورتنت، لاحظوا وين بصير الماكسيموم جروث عندنا تقريبا على ال 35 سلسيوس، هاي افضل درجه حراره. ماشي. بعدين بتبلش تنخفض قبل هيك على درجات حراره منخفضه بتكون كمان الجروث ريت قليله. نفس الكلام بالنسبه لعلاقه التمبريتشر والجروث ريت تحكمها الارينيس ولكن هون احنا بنستخدم الميو. الميو اللي هي سبيسيفيك جروث ريت تساوي الانيشال سبيسيفيك جروث ريت اللي هي ايه؟ في اي تو ذا ماينس اي على ار تي. قلنا الاي الاي اللي هي تمثل الاكتيفيشن انرجي which is specific to each microbe والار تي اللي هي الجاز كونستانت والتمبريتشر تمام. طبعا الرسمات يمكن مش واضحات تون بس عندكم على السلايدات واضحات. اشوف هون مثلا specific growth rate مع التمبريتشر كيف تتغير. ماشي. هون تاثيرها على الييلد، ما بنحكيش عن الريت هون، بنحكي عن الييلد.
وهو نفس الكلام بالنسبة للريت. Other factors مهمة مش بنفس pH ولا ionic strength. على pH كمان حطينا solution مهمة جدا. ولاحظوا most microorganisms grow close to the neutral range اللي هي حوالين السبعة. Okay. Affects the activity of enzymes and therefore the growth rate. طبعا لاحظوا هون احنا بنحكي عن تأثير pH على enzymes. وفعليا احنا قلنا الميكروأورجانيزمز هي بتعتمد على الانزيمز سواء بالجروث او بغيرها. تمام؟ فهي مشابه لجزء تبع الانزيمز. تمام؟ ففي عندنا هون اللي هي specific growth rate ميو ام. ماشي وعلاقتها مع ال pH لاحظوا وين بتصير لها maximization قلنا around pH 7. هلا generally speaking the optimum pH for bacteria is between 3 and 8. بكتيريا عادة بتكون يعني تحمل وايد رينج قلنا وهذا واحد من الأسباب اللي بخليها common. اليست شوي أقل من 3 إلى 6. تمام المولز من 3 إلى 7. البلانت والانيمال لاحظوا الرينج فيري ليميتد عشان هيك مره ثانيه بنحاول نتجنبهم قدر الامكان يعني بدهم كنترول كويس على البي اتش. طيب انذر فاكتور اللي هو الايونيك سترينث بمعنى ايش الايونز الموجوده بالسوليوشن والايونز طبعا ممكن تكون مساعده وممكن تكون انهبيترز يعني بتثبط عمل المايكرو اورجانيزم حسب نوعها. الهيفي ميتالز مثلا زي الميركوري الليد الكادميوم الالومنيوم الارزينيك هذول انهبيترز عاده الميكروبس. بس الميتالز اللي بتحتاجها حكينا بتتذكر لما حكينا عن نيوترينز زي الكالسيوم مثلا صوديوم المغنيسيوم هاي اسينشال اليمنتس فوجودها مهم ولكن هم بتاثر على البروفيتيس مينلي بالانهبيتر. طيب ظل الموضوع الاخير اللي هو الهيت جنريشن اللي هو قلنا نتيجه الاكسجين يوتيلايزيشن بصير في عندنا احيانا بكون اكسوثيرميك رياكشن والاكسوثيرميك رياكشن راح يعطينا هيت. ماشي هلا هاي الهيت بدي اتخلص منها. ماشي بدي اتخلص منها لانه انا درجه الحراره بدي اتخلص منها معينه والماكسيمم يلد. تمام فالهيت جنريشن هلا بدي اول شيء اول خطوه بدي اتعلم كيف احسب الهيت جنريشن مشان بعدين اشوف كيف بدي اتخلص منه. تمام يعني كيف راح يكون شكل الهيت اكسشينجر او خلينا نقول الريت اوف فلو للكولنت. عشان بالتالي انا بحتاج افهم بالبدايه كيف احسب الهيت مايكروبيال جروث او الهيت جنريشن باي. So for actively growing cells, the maintenance requirement is low and heat evolution is directly related to growth. تمام؟ إذا كل ما زاد الجروث معناه ايش؟ الهيت evolution ايش؟ بزيد. The heat of combustion of substrate is equal to the sum of metabolic heat and the heat of combustion of cellular materials. تمام؟ اللي بحكيه هون إنه احنا في عندنا الطاقة الكاملة بالسبستريت اللي هي الانرجي التوتال انرجي موتيف انرجي الموجود فيه اللي هي على شكل روابط بتكون يعني بالجلوكوز على شكل روابط. الان لما احنا خليه بتستخدم الجلوكوز بتكسر الروابط وبتاخذ الانرجي منها. واضح؟ تمام؟ اذا هاي التوتال اللي جاي من السبستريت راح تنقسم لقسمين. ماشي؟ هيت اوف كومبسشن للسيلولار ماتيريالز ماشي اللي هي بتنتج من الجروث زائد الهيت of الهيت evolved due to the growth. يلا الجزء من السبستريت بروح لو جبت الماء وحرقت حتى ماشي زي الخشب نفس الشيء فجزء من السبستريت ماشي زائد الهيت اللي بتطلع نتيجه الفيرمنتيشن. واضح؟ طيب
الهيت اللي بتطلع من الفيرمنتيشن، لانها هاي فعليا الايفولد هيت. اللي هي واحد على واي اتش. المعادله هاي واضحه يا جماعه، هاي التوتال هيت اللي بالسبستريت، ماشي، هاي الهيت اللي بتروح على السيل جروث، وهاي الهيت اللي بتصير على الايفوليوشن. عشان نفهمهم، ذا هيت اوف كومبشن بنسميها احنا الهيت اوف كومبشن، ماشي، الهيت اوف كومبشن sometimes يسموها حتى الكالوريفيك فاليو، ماشي، اي شيء قابل للاحتراق في له هيت اوف كومبشن، اللي هي بالكيلو جول بير جرام. الواي اكس with respect to اس از السيل ماس بير سبستريت كونسمشن، معروفه هاي. دلتا اتش سي از ذا هيت كومبشن اوف سيلز، ماشي، الخلايا الناتجه. و الواحد على الواي اتش از ميتابوليك هيت ايفولد بير جرام سيل ماس كيلو جول بير جرام سيل. هل انتبهوا، هاي الهيت ايفولد، هاي الهيت اللي تخزنت بالسيل جروث، ماشي. إذا نحكي عن الهيت ايفولد اللي هو التيرم هذا اللي شايفينه أول شيء، واحد على واي اتش. بدي أسوي، قلنا التوتال هيت اللي هي جاية من السبستريت ناقص الهيت اللي بتروح تتخزن بالسيل جروث. طبعا كل ما كان الاكسديشن، طبعا بتعرفوا الاحتراق، عملية الاحتراق الكومبشن هي الاكسديشن، تمام؟ طيب the degree of oxidation of the substrate as lower amount of heat released. كل ما كان oxidation أعلى، كل ما كانت الهيت released. طيب إذا هاي different substrates معطينا قديش الحرارة اللي بتنتج الفولد هيت، الجلوكوز، الميثانول، الإيثانول، الميثانول، الميثاني إلى آخره. هذول طبعا أرقام بس مشان مقارنة، يعني الجلوكوز لأنه عادة بكون efficient اكسديشن لو افشنت بتكون الهيت ريليزد اقل. طبعا ليش هون؟ يعني شو الفكره انه الهيت يعني لما نقول احنا الديجري اوف اكسديشن اوف سبستريت هاز لور اماونت اوف هيت انكريز، هو احنا يعني انا السيل بروث مش مصدر للهيت، الهيت ما بدي اياها هاي. ماشي، فلما يكون عندنا efficient oxidation اللي هو combustion تعطيني less amount of energy، تمام يا جماعة؟ فطبعا قلنا احنا الجلوكوز أفضل من الإيثانول، الإيثانول أفضل من الميثانول، والميثانول أفضل من الميثانول كcombustion. The total rate of heat evolution in the batch culture Q generated is equal to VL mu net x في واحد على y h. ماشي، إذا هلا احنا بدنا نحسب، قلنا كمية الهيت كيف نحسبها؟ حجم الرياكتور VL باللتر، mu net اللي هي النت سبيسيفيك جروث ريت، تمام؟ طبعا هاي وحدات ايش؟ واحد على، هون احنا مستخدمين الاور، بدها تكون واحد على اور، ماشي؟ الاكس اللي هي السيل ماس جرام بير لتر، والواحد على واي اتش ايش قلنا وحداتها؟ هاي هون كيلو جول بير جرام، تمام؟ طيب هلا كيف نتخلص من الهيت؟ هيت ريموفال باي سيركيليتنج كولينج ووتر ثرو كولينج كويل اور كولينج جاكيتد جاكيت ان ذا فيرمنتر، ماشي. اذا يعني الفيسل الداخليه وفي فيسل خارجيه وبيناتهم ايش؟ جاكيت. هلا بالجاكيت انا بعمل سيركيليشن للكولينج ميديوم وبتخلص من الحراره. اذا ما بدي اعمل الكونفيجريشن هذا بستخدم اللي هو ستيل كويل، ماشي، كويل داخل الرياكتور. بالكويل هذا بتدخل مي بارده
بتلف داخل الرياكتور، بتاخد معاكم عشان تعمل المصطلح. تمام. هلا مشان ما ندخل بالليل مع هاي الكليات ونقعد نحسب كل البارامتر هاي، في عندنا كورليشن كثير كويس صار فينا اللي هو كيو اف هيت ايفوليوشن ان كيلو كالوري بير لتر اور تبع الوحدات is equal to 0.12 QO2. لأنه عادة قياس راحوا عملوا الكورليشن هاي العلاقة البسيطة، يعني إذا معي الأكسجين كونسنتريشن أو الأكسجين أبتيك، الأكسجين أبتيك اللي هي بالملي مول بير لتر أور، بقدر أحسب منها أبتيك ريت 0.12 بيعطيني كيو اف اللي هي الهيت ايكوال. ماشي ماشي يا جماعه. أنا الأسبوع الجاي بدي أعمل كويز. كويز هيا اسمعوني جماعة. طبعاً بالإشي مشابه للي حلينا اليوم بداية المحاضرة. بس هذا الكويز مشان الناس تتبع، لأنه قلت لكم اليوم 15 موجودين، هاي هلا قديش عندي؟ 7 وأنتم 8 15. الورقة وين صارت؟ يعطيكم العافية، شكراً.